السلام عليكم. خرجت فتاة جزائرية أخرى عن صمتها بخصوص حادثة المؤثرة دنيا سطايفية، وهذا ما قالته لي كل الجزائريين الذين قاموا بنشر الفيديو. تابع الفيديو للأخير. الجزائر حاليا فضيحة الفتاة الفلانية، شاهد قبل الحذف. نبعث لك لا فيديو، ابونيني شوف لا فيديو الاولى. ها لا فيديو الزوجة. انا بغيت نقول لك حاجة واحدة، برك انت اللي راك تشوف لا فيديو تاعي، الا انت بارطاجيت ولا ابونيت ولا تتبعت عورات الناس ولا شفت ولا سعيت ولا درت كومونتير ماشي مليح على انسان معين، بغيت نقول لك هنيئا لك، والله من قلبي هنيئا لك. ان الله سبحانه عز وجل في شهر حرام، في ايام مباركه، الانسان ما يضيعش ما با فيها، بيهضر مع والديه ما يهضرش، ما يضيعش فضل الدعاء، فضل الذكر، فضل الصلاه. هذه ايام عظيمه، الناس تنشغل فيها بحصاد انفسها، ماشي نشغل بتقطيع الناس، حاجه مليحه.